من أشكال التعبير الكوريغرافي الهيب هوب، حيث انطلقت أمس برياض الفتح تظاهرة ليلة الهيب هوب بإشراف وزير الشباب عبد القادر خمري وحضور جمهور غفير. عن التلفزيون خالد واتي. ليلة الهيب هوب عرفت تجمع فرق جزائرية من مختلف الولايات كان قاسمهم المشترك موسيقى الهيب هوب، لتكون هذه التظاهرة فرصة لعرض رقصهم وتفجير طاقاتهم. وزارة الشباب جن طاقتها لتنظيم حركية داخل الشباب، ومن ضمن هذه الحركية تاع النشاطات سهرة الهيب هوب في هذه الليلة. وأذكر أن اليوم 20 أوت ذكرى غالية علينا، والشباب نظم هذه السهرة للاحتفال بهذا العيد وبهذه المناسبة على طريقتهم. يعني تظاهرة عرفت حضورا قياسيا للجمهور للاستمتاع بفنيات وأهازيج هؤلاء المبدعين الذين أوجدوا لأنفسهم مكانا وسط الطبوع الفنية الأخرى. نسينا نجمع شباب الولايات كلها في الهيب هوب باش يتعرفوا ونطلعوا النيفو تاع الهيب هوب في الجزائر. اجتمعنا كاع على جلا كولتور هيب هوب يعني باش نوحدوا روحتينا هنا ونجوزوا ان تي مومون دو بليزير. هاي الهيب هوب وين يدور سي ترانسميتر هذيك لاراج اللي عندك ترجعها بليزير في الدانس فلور. شباب أبدعوا ليصلوا اليوم إلى مستوى الاحتراف، احتراف مكنهم من منافسة مختلف النوادي العالمية.